حياكم الله، معكم شاري الحسيني، مدير العلاقات العامة والتسويق في نيش للعطر. كانت البداية سنة 2013، بدت هذه القصة من حب وشغف للعطور وتجميع للعطور، وتطورنا وتوسعنا في هذا العمل إلى أن وصلنا إلى نيش للعطور. ممكن البعض يتساءل شنو نيش للعطور؟ نيش معناتها الاختصاص أو المختص. فالشركات المختصة في إنتاج عطور النيش ما تنتج إلا عطور فقط، بينما الديزاينر ينتجون عطور، ممكن ينتجون إكسسوارات وغيره. واللي يميز عطور النيش إنها هي عطور نادرة وإنتاجها قليل، ومتميزة ومنفردة جداً بالروائح، ممكن تكون مختلفة يتقبلها الهواة الشغوفين في هذا المجال. لما حسينا إن في إقبال كبير جداً بالسوق الكويتي وندرة في السوق الكويتي للعطور النيش، قررنا أن يكون لنا تواجد في هذا السوق. لأن في السابق كانوا الناس المحبين لعطور النيش كانوا يطلبون أونلاين، أو إذا سافروا إلى دول أوروبا وغيره كانوا يجربون العطور هناك ويشترون. قد تواجه الناس بعض الصعوبات في طلب العطور أونلاين، خصوصا عطور النيش اللي ما تكون معروفة ومو متواجدة في السوق، فممكن يوصل لعطر ما يكون حسب ذوقه وحسب رغبته. بينما احنا هني في نيش للعطور نوفر لك اغلب العطور وعطور النيش المتميزة والمختارة بعناية، وتقدر تشم وتجرب العطور اللي تناسبك بتجربة جدا فريدة. احنا عندنا بعض العملاء اللي يدخلون الى نيش للعطور، زيارتهم قد تمتد الى ساعتين. يعني الموضوع عبارة عن شغف، وكل عطر يأخذ له مود ومزاج مختلف. هذه كانت البداية، وهذا اللي وصلنا له، وإحنا إن شاء الله في توسع قادم وقريب إن شاء الله. عندنا تنوع كبير بالعطور، تناسب جميع الأذواق وكذلك تناسب جميع المواسم. هذه العطور مختلفة تماماً في أسلوبها وفي محتواها، تندرج من التواليت، بارفيوم، كذلك الإكستريت. هذا الاختلاف يعتمد على حسب نسبة الزيت في العطر. الاختلاف الكبير هذا يخلي من العطور خيار كبير جدا لشريحة كبيرة من العملاء، انهم يختارون ما يناسبهم لأي مناسبة ولأي موسم ولأي وقت. فعطور الشتاء تختلف عن عطور الصيف مثل ما انتم عارفين. كذلك هذا التنوع الكبير جعل من نيش العطور خيار اول لهواة عطورات النيش. عندنا طريقتنا الخاصة في معرفة ذوق العميل للعطر المناسب، وهذا اللي خلانا ننفرد في أسلوبنا في السوق وسوق النيش تحديدا. العطور اللي نستوردها ما هي من الدول المعتادة، احنا نستورد من التشيك، كذلك نستورد من كولومبيا. وين ما كانت العطور المتميزة، العطور النيش، العطور الفخمة والفاخرة اللي تناسب ذائقة العملاء، واللي ذائقة الأمانة جدا متميزة وفريدة من نوعها، نتنقل لكل دول العالم ولدول أبعد مما يتصور المشاهد. يعني حتى وصلنا إلى بعض البلدان مثل إندونيسيا ومثل إثيوبيا لإيجاد العطور المناسبة، النيش والفخمة والراقية اللي ممكن يعني تلاقي استحسان وذائقة العملاء. هذه رحلتنا وهذه قصتنا اللي امتدت من سنة 2013 إلى يومنا هذا، ونتطلع إن شاء الله إلى توسع قادم وتوسع قريب لكل دول العالم. وإحنا في محلنا في دار العوضي راح نخلق تجربة مختلفة جدا للعملاء، وإحنا ندعو كل هواة عطور النيش أن يأخذون تجربة مختلفة جدا تأخذهم بعيد،
ولكل عطر رواية ولكل عطر قصة. والعطر مثل ما انتم عارفين آلة زمن تأخذك بعيد الأفكار اللي أو الذكريات اللي كنتوا تعيشونها. أدعوكم أنكم تزورونا وراح تعيشون تجربة حتما مختلفة. وأنا أدعو وأشجع كل الشباب اللي حابين إنه يبلشون في مشروعهم الخاص إنه يبلشون ويبدون بعد دراية وقراية وبحث ومعرفة، وهالشيء هذا حيل ساعدنا إن إحنا نوصل للي وصلنا. طبعاً في عثرات وطريق مو مفروش بالورد أبداً، الطريق مليان صعوبات وعقبات، وهالشيء هذا بالبداية لازم تواجهه وبالنهاية لازم تجتازه، وهذا الشيء واجهناه كلنا وراح تواجهه، وإذا قدرت تتغلب عليه راح توصل للي أنت تبيه. وبعد سعي من 2013 إلى اليوم الحمد لله قدرنا نتجاوز الكثير من العقبات اللي واجهتنا من استيراد ومن معرفة للذائقة العطرية للعملاء وغيرها من الصعوبات اللي واجهتنا، لكن قدرنا وأنت قادر. اعرف قبل كل شيء اللي أنت حابه، المجال اللي يستهويك، هذه أول خطوة لنجاح أي مشروع. إذا كان مشروع أنت ماخذه فقط تجارة ومكسب مادي، صدقني مو هذا أفضل طريق أنك توصل للي أنت تبي. أفضل طريقة توصل فيها للي أنت تبي أنك تحب المجال هذا أولاً وتبحث عنه وتقرأ، وبالنهاية راح تلقى الدولة داعمة، صندوق المشاريع الصغيرة فاتح أبوابه، وابدأ خطوة بخطوة لين توصل للي أنت تبي. استشير الناس المختصة، استشير الماليين المختصين، استشير الناس اللي لهم باع في المجال اللي انت بلشت فيه ايا كان، سواء كان عطور ولا غيره، وبالنهاية لازم توصل للي انت تبي. استعين بالله وتوكل على الله، وبإذن الله بالتوفيق للجميع ولجميع الشباب. خلونا نتكلم عن بعض العطور الحصرية اللي مو موجودة الا في نش العطور. عطر كلاج The Last PH عطر متميز، يتميز بالنوتات التبغ والجلود. هذا العطر فقط لهواة النيش، عطر مختلف جدا ومميز. كذلك عطر ويسكار، عطر ويسكار يعتبر عطر نسائي فاكهي مميز جدا لجميع المناسبات، لاقى استحسان الكثير، وهذا كذلك من العطور اللي نتميز فيها في نيش العطور. واخيرا راح نتكلم عن عطر جوزيت، عطر سويسري هاند ميد، صناعه يدويه اكستريت، مركز جدا ويتميز بالبخور، نوتة البخور جدا مميزة واللي راح تناسب موسم الشتاء وكذلك المواسم المختلفة والمناسبات الخاصة. هذه من أبرز العطور وأهمها اللي نوفرها في نيش للعطور. ممكن يتبادر لذهن البعض أن عطور النيش عطور غالية ومكلفة، بينما الأسعار أسعار عطور النيش تتفاوت ما بين 20 دينار إلى 500 دينار، تفاوت كبير وخيارات واسعة لمحبين وهواة عطور النيش. يجونا زباين من الكويت أو حتى من خارج الكويت يطلبون عطور للهدايا وكذلك للدزات والأعراس. هذا اللي احنا نتميز فيه ونوفره، نعرف ذائقتك والعطور اللي تناسبك ونسوي لك الباكج الخاص فيك واللي يناسبك ويناسب هذه المناسبة أو للشخص اللي حاب انك تهدي. أشكر فريق برنامج مشاريع على إتاحتهم الفرصة وتسليط الضوء على مشروع نيش، وأشكر كذلك تلفزيون الكويت على هذه البادرة الطيبة.